حسم المنتخب الوطني لكرة اليدن التأهل إلى الدور الرئيسي في بطولة العالم بعد فوزه على نظيره المغربي بنتيجة 30 مقابل 19 في الجولة الثانية من الدور الأول من المسابقة. بهذا الفوز يرفع منتخب اليد رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، حيث يحتاج إلى الفوز على منتخب الولايات المتحدة في الجولة القادمة، ذلك لضمان الصدارة والوصول لدور المجموعات الثاني بالنقاط الكاملة.